تسخن؟ لازم تسخن صراحة الحين. هخلص الشغل. حبك حق العناد. لا وانت بعد مريض بعد. يعني قال مو قال لنا انك مريض. كان اجلنا. هذا رقم واحد. رقم اثنين. قاعد اقول لك خلينا نذهب الفايلات حق حلقة صدر الالعاب مو راضي. هذا اثنين. رقم ثلاثة مو طرح ثاني يعني جاي بالطريق كتب. هذا رقم ثلاثة. ايش فيك؟ زين هو شو اسمه؟ الفايلات رقم واحد، فايلات الحين موجودين بالون درايف انزل لك اياهم بسرعة. اثنين حلقة صدى الالعاب يعني بنقعد بنسمع مزيكا بالتحكي بنقول كل واحد فينا ها هذه الموسيقى حلوة. يلا نسمع الموسيقى اللي بعدها. اثنين ثلاثة حسين جاي بالطريق يعني عادي بنص التسجيل تلقاه دش يدرعم. طبعا هو جاي بالطريق بس عادي اي بعد ساعتين ثلاث عادي يعني هذا بالطريق مات. اوكي. فخلك عن الحين صدى العاب والتسجيل وما ادري شنو زومبي اوت بريك والتي فايروس اللي حايشني. الويكند ان شاء الله. اي الويكند ان شاء الله يوم الخميس. لا 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 بس الحين اعتقد خلاص امورنا طيبه ان شاء الله. الخميس تاريخ 27 اللي معه تاريخ 28 راح نكون انا وياك انا وبيشو متواجدين بايفنت يوم اللاعبين بالرياض. ان شاء الله راح نكون موجودين بالايفنت. اللي حاب يسلم علينا يسلم علينا. اذا شفتونا قاعد نحوس تعالوا سلموا. اللي وده يصور وده يسولف وده يطقطق بتاع كله يعني راح نكون ان شاء الله انا وبيشو موجودين. هم بعد يعني متشوقين انطلاقة ويا ربعنا ببودكاست العاب سعودي جيمر كل الشباب اللي يعني تعرفنا عليهم من بالمجال هذا يعني ان شاء الله يعني اتوقع اغلبيتهم راح يكونوا موجودين هناك. فتوني انا تشيكت بعد مع الشباب اللي ببودكاست العاب يعني عندكم احمد الراشد واحمد الحمري يعني هم بعد ما قصروا وضبطونا بكم شغله. يعني امورنا طيبه ان شاء الله. انا وبيش حجزنا فان شاء الله الخميس 27 اللي مع 28. للاسف احنا ما نقدر نلحق على اليوم الثالث. اليوم الثالث احنا نطير الظهر. ف يعني اللي يبي يدردش ويانا وده يسولف ويانا ويعني يحوس ويانا ان شاء الله راح نكون موجودين الخميس واللي مع بس. فحياكم الله بالايفنت مال يوم اللاعبين بالرياض اللي هو مثل ارض المعارض اللي مالتهم ايه. مثل ارض المعارض الدوليه رياض اكسبيشن انترناشونال سنتر شيء يعني. اللي حاب يعرف تذاكر من وين اذا ماني غلطان في اكو عندهم محل اسمه عالم بلاي ستيشن. موقع يوم اللاعبين هو مذكر التفاصيل كلها بموقعهم جوجل جيمرز داي راح تلقون الموقع. انا اذكر شباب سولفوا شباب بودكاست العاب جميل سوى فيديو حلو تكلم عن الايفنت بشكل عام حتى ظهر تسجيل من الايفنت مال السنه طافت. يتكلم قال ان احنا تقدرون تشترون تذاكر عن طريق محل هو عالم بلاي ستيشن كنا هناك عندهم ومن كم محل يعني من المحلات اللي هناك تشترونه او من الموقع مالهم. فيعني اشتروا تذاكركم اول يوم فقط للعمر 18 فوق فيجيبوا الاي دي مالكم. وسعر التذكره كان 125 ريال وبعدين الثاني يوم وثالث يوم وثالث يوم 100 ريال كل واحد فيهم 100 ريال ومفتوح حق كل الاعمار يعني. فحياكم ان شاء الله انا وبيش راح نكون هناك ان شاء الله ما اكون تعبان مريض ان شاء الله. امس انا يعني ما ادري حساسيه انا تصير لي حساسيه 5 ايام بعدين اطيب يومين وترد مره ثانيه الحساسيه بس هالمره على كحه شوي براعيمي. هذه تطورت هاي الحين مو حساسيه اي هذه تطورت الى تي فايروس. انا يعني ان شاء الله 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 على الساعة واحدة الفير أنا متحول تالنت ستارس. لا هذاك شو اسمه نمسس هذا لا نمسس هذا ذا الخميس سافرت وأنا لحالي تعبان راح يجيكم نمسس هناك ستارس. فاليوم راح تكون حلقة صدى الألعاب كان الموضوع مالها راح يكون عن البوس ميوزك. اكتشفنا إن إحنا سوينا حلقة من قبل إحنا ناسين. المشكله شنو ان بكل ثقه قايلين ها يلا ايش رايكم موسيقى الرؤساء يعني حلقه موسيقى الرؤساء اي وياك يلا اي فوقه خش فكره ما شنو نشوف ولا
احنا مسجلين حلقة من قبل. مسجلين حلقة من تستوعبنا امس بالليل. قلنا ها يلا يلا اسهل شيء حط الجزء الثاني. كان بعدين حسين يقول يلا خلنا نتحكى عن موسيقات العاب الاندي. ايه نقول اوكي. سوينا لستة اليوم ان شاء الله راح نتكلم عن العاب الموسيقات الالعاب الاندي اللي حبيناها. نتندو سويتش. الصوت ذابحني. الصوت هذا الصوت اصلا ابي اشتري جهاز بس حق الصوت هذا. اذا كان الصوت هذا صدق بس ما اتوقع الصوت يطلع. لا بس الصوت ذابحني. الصوت ذابحني. الكليك هذه شيء ان شاء الله. يعني الاسبوع الجاي راح تحكي بحلقه الدواني عن السويتش انطباعاتنا عنه. يعني انا ما ابي تحكي عنه الحين لان دام ان الاسبوع الجاي حلقه الدواني راح تحكي عنه. كم مشاهداته؟ تدري كم مشاهداته؟ 11 مليون كنا. لا انا شيك قبل شي نص ساعه شغله كذي. مشاهداته بس بنتندو شانل الامريكي. ايه؟ بدون الياباني بدون اي جي ان بدون اي مواقع المشهوره اللي هم بعد يطلعون الناس فيديوهاته. صكوا 16 مليون المسج وصل لا. واليوم انا قاعد يكلموني ناس قاعد يسالوني عن الجهاز وهم ناس ما لهم شغل بالجيمز بس لان يدروني انا عارف بالجيمز. فهذا شنو الجهاز نتندو الجديد؟ انا طالع اقول انت منو؟ لحظه لا حلو لا ادري انت شنو علاقتك بالموضوع. وصل لي واتساب كذي. تم الكشف عن جهاز نتندو الجديد. وايد اشياء ما تكلموا عنها او يعني ما تطرقوا لها. اصلا علامات استفهام انفينيت. يعني انا اتوقع البطاريه يعني تطوس اعتزل. انا هذا اللي كنت خايف منه. يعني راح احس راح تصير نفس المشكله اللي واجهتها بال 3 دي اس اول ما نزل. البطاريه تعبانه تعيسه يعني. ما قالوا اذا في تاتش ولا لا. شوف انا اتوقع حركه ترى يعني ها توقعاتي الشخصيه. التاتش موجود لو مالتي تاتش اتوقع اليدات لما ينفصلون اشكره فيهم الكل الموجوده بالويموت اللي هو موشن حركات الموشن مع الموشن كلها موجوده بس ما يابوا طاريهم كلش 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 بالمره لا هو ولا التاتش. ليش ما يبي يذكرونك حتى ولا بندفع ان هذا له علاقه بالوي او الويو؟ يبي يخلون الاعلان كله كامل يحطوا بمخك انه ترى هذا شيء جديد. هم متحكمين بالمسج زين متحكمين فيه بقوه يعني. اي يعني شوف بعدين عندما ينزل جهاز تقول ترى فيها بعد فيتشر انه ترى شاشه تاتش وهذول ترى فيهم موشن. ما هو المشكله انه ما راح تحكي عن جهاز الا يعني ليش السنه الجايه. اوكي صدق باقي 5 اشهر بس يعني احنا الحين تحت رحمتهم ما نقدر نسوي شيء يعني. انت تحت رحمتهم يعني الليكس انسى. انا يعني اقوى شركه شفت الحين شلون تحمي معلومات نتندو صراحه. والله ما حموا ولا شيء جابوا كل شيء صح. الليكس جابت كل شيء صح بس شنو لا العاده الليكس في اثبات مثل ما يقولون. اوكي هذا ما في اثبات كلش. واحد رسملك رسمه بالبينت. ها واحد رسملك رسمه بالبينت عرفت هذا المصنع الصيني ما شنو رسملك رسمه بالبينت جابها صح جابها بالملي سجلنا رسمه شكلها شيء سخيف. تدري قبل الفيديو بساعه وصلني صوره حق الدفكت. يا وقعك الليكس قاعد تطالع. هم مشكله ترى وايد قريب منه والدفكه بعد تعرف السوالف المتين يكون جزئيه من المتينه تكون تخيل نفس الشاشه بس جزئيه متينه بين الاماكن هذه حق لما تركب القاعده. بس كان البلد الاولي فكان جزء منه متفوخ متين قاعد طالع. اوكي بس ترى يعني شقوه شق يا ابو صح بالملي ماكو ما يعني ما سلم من الليكس. ايه ما سلم من الليكس نهائيا. الليكس مال اليورو جيمر اللي بلش من اليورو جيمر كان ايابه بالملي يعني سافت ان في قطع ورا عشان يتسند كانت من الصور الاوليه ان طيب هذا شو يسمونه اللي يخليه عشان يظل واقف ان اليدات تطلع ان اليدات تطلع ويركبون مره ثانيه. حتى سافت الديباد انها مو ديباد مفصول الديباد الديباد بعدين طلعت ايه وراح تسمونه وسالفة ال إنفيديا مسوية ال يعني كل شيء لا تقولي حمو أحمر سرية ولا شيء.
انا لما اقول كذي قاعد اقول ماكو شيء دليل يعني لا صوره لا شيء بس كلام. العاده الليكس هذا تلقى في شيء مثلا موقع سرب لك التاريخ شيء بالغلط ولا مثلا موقع حط لك صوره تريلر نزله قبل ما سوى له ببلش المفروض ما يسوي له عرفت يعني فيش دليل في شيء على قولتهم دليل ملموس يلا بس هني كلش بس على قولتك يابا بالملي يعني الحين تعرف شنو هو السويتش انا تحسفت على ان اسم الجهاز كان بالتايتل مال الفيديو ان اسم الجهاز حالاته بس الشعار بدون الاسم حالاته بس شيء شكل بس لازم يكتبون ادري بس انا قاعد اقولك شخصيا حالاته لو بنص الفيديو تصير لقطة اللي شفت اول لقطة طلع فيها علامة السويتش ايه. هني كنت دريت شنو اسم الجهاز ايه. اوه تعرف اللي بداية الفيديو طالعة اوه شنو اسمه الجهاز شنو اسمه تخيل هالغنية هاي سمعوها 16 مليون مرة والله انا طلعت الفيديو يمكن بروحي يمكن طلعت 7 مرات عجبني وايد حلو فيديوهم وايد حلو فيها شغلات غبية بس احس فيه وايد ما بقول كذب بس نفس الوي يعني نفس الويو دائما الريفيل حق الكونسبت تاليف على كيف انت الحين مو كان المشكله انت الحين مو كونسبت انت الحين مشكله لا لا هذا ينزل بس جهاز. الفيديو هذا فيديو كونسبت اوكي بس قاعد اقول لك هذا حق شيء راح ينزل بعد 5 اشهر ما ادري نتندو يعني اللي عرضوه هذا اللي عرضوه اشياء فعلا يعني هذا البرفورمانس مال يعني زلدة لما شالها من الدوك وراح الحديقه يلعبها والفريم ريت كان 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 فوتوشوب كان يسمونه باوربوينت صراحه ما شجعني كارثه بالمره يعني ما ادري هل الفريم ريت هذا شيء صجي ولا تخيل شي تشتري اللعبه ليجند اوف زلدا بريث اوف ذا وايلد شي دائره بريفيرد اون دوك والله اقول لك حطه بالدوك العب احسن لك تاخذه برا يلا هاك 15 فريم بير سكند لا بس شوف انا كنت لحي مو مستعباد لين رحت الديوانيه اشوف الشباب قاعد يسولفون شفت الجهاز ما شفت قاعد اسولف عنه شوي كان واحد يقطها انا كنت لحي مفكر فيه شو اقول يا اخي تخيل جهاز واحد قاعد تلعب فيه زلدا وسكايرم وانت برا البيت شو قاعد افكر اوكي قويه الحركه يعني تظل بالنهاية الحركة قوية إذا كان الفريم ريت يرد مرة ثانية طبيعي قوته إذا كان الجهاز يتوصل بالكهرباء أنا شفت شيء راح تصير حالته نفس 3DS حاليا لما نقعد بدواني نلعب مصر انتر كارثة إذا كان كذي يعني زلدة حتى لو تاخذه معك تديها برا هذا الفريم ريت مالها الفريم ريت لأن الفريم ريت إذا كان مو موصل بالكهرباء أوكي لا انت الكونسبت مال الجهاز انه سيملس كان سواء بورتبل او بالتلفزيون يشتغل بس البرفورمانس يطيح ليش اشتري انا شيء تعبان فهمني لما تخيل مثل اللابتوب شلون لما تفصل من الكهرباء يصير مثل باور سيف مود او شيء كذي البرفورمانس كله يطيح صح ولا لا اوكي يمكن هذا نفس الكونسبت توقعات طبعا ماكو شيء اكيد ان البرفورمانس يطيح تقدر بالسيتنج يمكن تشغل انه ما راح يطوفون هيك صدقني عاد ما حضر ما راح يطوفون هيك انه يصير شيء فريمات تعبانه انت ايه. شفت تتذكر ماري سانشاين ولا ما تتذكر ماري سانشاين شنو صار كارثه كبرفورمانس بشكل عام يعني ايه. لعبه واحده من اصل زليون لعبه هاي لعبته مهمه يعني لعبه واحده من اصل زليون لعبه هم يمكن هذا تصير لعبه ثانيه من اصل مليون لعبه ما ادري بس اشك انه راح يخلون هالشيء يطوف هو مو عن يعني انا مو قاعد اصير يعني ديجيتال فاوندري بس يعني ترى صدق لاحظ الفيديو كان الفريم ريت هذا شيء امبلايبل يعني مال زلدا كان شيء شيء مبين امبلايبل شيء تعيس يعني هذا شلون قاعد بالحديقه مستانس يعني ما شلون قدر ينشر على الوحش الكبير اصلا هذا كلهم الانكسز اللي ماسكينهم بيدهم حاطين جرين سكرين على مكان الشاشه عشان إيه؟ نينتندو تحط فوق الفيديو اللي تبي ايه لان في لقطه من اللقطات عشان لما البنيه في وحده هذا اللي إيه؟ سواء عليها ميم شقوها شيء اللي قاعد تلعب ماريو اللي قاعد تلعب ماريو السطح تتوقع الميم اللي قاعد يقول لا خلينا نعدل كارن سموها كارن ما ادري ليش زين هي معروفه اسمها كارن لا ظاهر سموها اسم ايه زين خلينا نعدل فيديوها ان شنو تطلع قاعد تلعب زين طالع الدريشه تروح تلقى رفيجاتها قاعد يسوي لها كذي تقول ما انا كذي
ترد تقعد تلعب ما تروح لهم الفريم ريت يطيح ما ياكم ما ياكم تلعب ماريو طن 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 يلا ان شاء الله طبعاتنا على انكس شو يسمونه ما خلي رجعي انا اسمع لي لا لا في في اشياء الحين ما تكلمنا عنها ما هذا بس شيء خرابيط ويلا نبلش تسجيل احنا على لحظه انت صح كلامك شنو احسن قال انا بالطريق من متى والله شوف هو صار لنا ربع ساعه الحين نسجل انا سكله قاعد اقول انا بالطريق اوكي هو يقول لك بعد صلاه العشاء يكسع 5 الفجر يلا يلا الله يعين يلا